السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في القناه. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اذا كنتي اختي تلفه شنو تعملي ب يعني شنو دير بهاد القرعه؟ من تدخلها في شي وصفه يعني بسيطه. الا كانوا عندك وليدات ما تيبغوش ياكلوا هاد القرعه، القرعه الخضراء يعني اغلبيه الوليدات ما تيحملوهاش، وكذلك اللي كانت بقات لك هاد البطاطا مسلوقه يعني سلقتيها وبقات منها شويه. اليوم جبت لك واحد الوصفه اللي سريعه وسهله التحضير، ووصفه يعني كنديروها في الفران، كطيب في الفران ماشي في المقلاه، وسهله بالنسبه للامهات، سريعه وكذلك الموظفات. نتمنى اخواتي انها تعجبكم. تابعوا الفيديو اخواتي الاخير، وما تنساوش انكم ديروا لايك الا عجبتكم الوصفه. المهم في البدايه اخواتي تناخذوا القرعه الخضراء نغسلوها مزيان. انا ما تنقشرهاش، لان ملي كتحيدوا ديك القشره كتكون فيه واحد الماده هكا لزيجه ملي كتمشي يعني ما كنستافدوش منها. القرعه غسلوها مزيان، حكوها بالحكاكه، ملي تحكوها انا ما كنعصرها ما والو، تتحكوها. تناخذ واحد المقلاه كنديروا فيها كنسخنوها، نديروا فيها شويه الزبده، واحد معلقه صغيره ديال الزبده وشويه الزيت، من بعد تنديروا داك القرعه اللي حكينا اللي غادي نسخنوها هكايا مع الزبده، كتجي يعني تتحيد داك المذاق ديالها، ما تيبقاش مذاق ديال القرعه. كاين الدراري ما تيبغوش ياكلوها. كنسخنوها هكا في المقلاه، نحركوها مره يعني فيها الماء حتى يمشي من هذاك الماء. وكنديروا هكا شويه البزار، نسموها بالبزار، يعني ما غاديش نحمروها ولا شي حاجه، غادي نسخنوها شويه صافي. المهم تنديوها ونجيبوها هكا في المقلاه حتى كتنشف، ومن بعد تناخذوا هكا الدقيق اولا النشا. انا درتها الدقيق جوج معالق كبار ديال الدقيق، ومن بعد تناخذوا واحد الكاس ديال الحليب عادي، ما يكونش سخون يكون بارد، لان الدقيق الا درتو فيه شي حاجه سخونه كيتكور. غنديروه بارد وكنحركوه بالخلاط، لان الحاجه اللي كانت بارده الدقيق ما تيتكورش دغيا دغيا، تيدوب مع داك الحليب جوج معالق كبار. خلطوه مزيان، وكناخذوا البيض. المهم درت هنا تقريبا واحد 5 حبات ديال البيض، وغنديروا في هذه القرعه هذه اللي حكينا، يعني راه بارده بردات البيض. على المهم درت 5 على حسب الكميه ديال البطاطا اللي عندي. البطاطا تما كانت تقريبا واحد هكا واحد 3 حبات متوسطين، قطعتهم مسلوقين، بقات عندي بطاطا مهم مسلوقه وقطعتها مربعات صغيره. البيض كنديروا فيه شويه الملحه، وكنديروا ديك التوابل شويه البزار، تنديروا الكمون، شويه ديال التحميره اولا الفلفل الاحمر الحلو، غنديروا شويه ديال القزبر المعدنوس اولا الربيع، المهم المعدنوس اولا القزبر، هادشي كيبقى على حسب كل واحد عندك في الدار، عندك التوابل اللي عندك خلطي. المهم كنوريكم الوصفه القاعده ديالتها كي دايره. بالنسبه للقرعه غنديروها مع نخلطوا القرعه ونخلطوا البطاطا مع البيض، هادشي كله غنخلطوا مع البيض باش البطاطا راها مسلوقه. كنعاود الهضره لان الاخوات اللي ما كيسمعوش الهضره في البدايه ولا في الاخر وتيعطوني تعليق تيقولوا كيفاش هكا، يمكن نعاود هذاك الشيء. كنعاود الهضر نديروا لك الحليب مع الدقيق ونديروا البطاطا. تخلطوا داك الشيء مزيان، وهاد الوصفه اخواتي راه مزيانه وصحيه للوليدات اللي ما تيبغوش ياكلوا الخضره. ديروا اليوم هاد الوصفات هكا في الفران، راه كيدوزوا الخضره بلا ما كيحسوا. المهم ملي خلطنا داكشي كامل غناخذوا المولة غندخلوا الفران، تندهنوا بالزبده. درت الزبده باش تتحيد داك النسمه ديال القرعه، الزبده هي كتنقص داك تتكسر داك المذاق ديال القرعه باش ما يحسوش بها وليداتكم. تقدوا هنا ديروا الفرماج، ديروا المهم داكشي على حسب كل واحد. من بعد تنرشوا شويه البزار شويه الكمون من الفوق، والفران سخنته مزيان. كنديروا حتى 250 درجه، تكون حراره عاليه، كنشعل الفوق والتحت كيطيب دغيا، يعني كيتحمر كيطيب من الفوق ومن التحت، يعني راه دغيا تطيب ما ماشي تخشق بزاف. تقدروا ديروا هذه الوصفه في المقلاه، يعني المقلاه تكون طالعه شويه، لان الا كانت
الكميه كثيره خاصها تفيض لان البيض كيطلع. المهم تتكون المقله طالعه او الكميه تكون ناقصه ماشي مشكل. هكايا منين طاب راه خرجناه من الفراك كما شفتوا، طاب كتجي بحال شي كيكه يعني مجموعه لان درنا فيها الدقيق، وكتجي بنينه تقدروا تاكلوها هكا في الغداء او في العشاء، وصفه خفيفه يعني حتى الاولاد اللي ما تعرفوش القرعه كان كيدوزوها بلا ما كيحسوا. كما تشوفوا راه باقا سخونه وكتجي مجموعه ومزيانه، حتى الاخوات اللي كيديروا ريجيم ياكلوا واحد الطريف بارك عليكم. المهم طريف واحد مع يعني بلا خبز، يعني هو راه في البطاطا راه بحال الخبز. نتمنى اخواتي ان هذه الطريقه تعجبكم، ما تنساوش ديروا لايك الا عجبتكم الوصفه، ما تبخلوش عليا بلايكات، وتبارطاجيو فيديوهات مع الاصدقاء باش تعمل فائده. الاخوات اللي ما تعرفوش الوصفات هذه السهله، وصفات بسيطه على اي وحده تقديرها، وبالصحه والراحه. مع السلامه اخواتي، مع وصفه جديده ان شاء الله سهله وبسيطه واقتصاديه في نفس الوقت.